نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية بالتنسيق مع جمعية راعي مصر قافلة طبية بقرية الخضرة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك لتقديم الخدمات العلاجية مجانا ومن خلال مجموعة من أفضل الأطباء وطواقم التمريض، وذلك لاستهداف 250 حالة يوميا لفحصهم وتوفير العلاج اللازم لهم. تخفيفا لآلام العظام ومتاعب مفاصل القدم، انطلقت قافلة طبية بقرية الخضرة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية. نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتنسيق مع جمعية راعي مصر، ورسمت القافلة بسمة الارتياح على وجوه الأهالي لتقديم الخدمات العلاجية مجانا ومن خلال مجموعة من أفضل الأطباء وطواقم التمريض، وذلك لاستهداف 250 حالة يوميا لفحصهم توفير العلاج اللازم لهم. وعندنا علم من البلد، من الناس اللي في البلد، بان في قافله طبيه جايه تزور البلد والكشف مجانا. احنا بنختار البلد على اساس ايه؟ الاكثر احتياجا، بيبقى البلد دي بعيده عن المستشفيات والمستوصفات، فبنحاول نوصل لها علشان الخدمه فيها تكون احسن يعني. القافلة احتوت على عدد من التخصصات كأمراض النساء والصدر والعظام والجلدية والأنف والأذن والرمد، بالإضافة لتوافر الصيدلية اللازمة لتلقي العلاج. واعتمدت القافلة في نشاطها الإنساني على تحديد القرى والمناطق الأكثر احتياجا للعلاج والحصول على الخدمات الطبية المنشودة، واتفقت مع مراكز الشباب والجهات الرسمية المسؤولة في هذه القرى على تمهيد الطريق لأعضاء القافلة بالدعاية والتسويق لنشاطها قبل وصولها بفترة كافية لكي يستعد المواطنون والمرضى لاستقبالها. وفرنا لهم العلاج على قدر الإمكان بالنسبة لنا، وطلبنا منهم يتواصلوا مع أقرب دكاترة ليهم عشان يتابعوا الحالة الصحية بتاعتهم. والله حاجة تشرف، حاجة كويسة، جميع التخصصات وكله بالمجان، وأحلى قسم بقى قسم اللي هو الرمد، أحدث حاجة في الرمد. وما قرية الخضرة إلا حلقة أولى في مسلسل قوافل الشفاء، لتواصل بقية أجزائه في القرى والنجوع الأخرى المجاورة الاستفادة من خدماته الطبية المجانية.